عائشة أتتها امرأة من التابعين اسمها معاذة، قالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال. هذا السؤال فيه طريقة أو لغة أو أسلوب أو معنى أو نفس ليس نفس سني، لأن هذه الاعتراضات كان يمارسها الخوارج. فلما رأت هذا النفس وهذا الطرح صنفتها، تكلمت عليها معاذة تجهل هذا الحكم، قالت لها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ هذا طرحهم، هذه لغتهم، لأن كل تعرفه بطرحه. الليبرالي إذا تكلم بين طرحه طرح ليبرالي، العلماني إذا تكلم نفسه نفس علماني، الإباحي، الملحد، التبليغي، الإخواني، الأشعري، الصوفي، كل له طرح وكل تعرفه في لحن القول. فلما قالت هذه الكلمة قالت: أحرورية أنت؟ ماذا قالت معاذة؟ لا يا أمه، لست بحرورية. وهنا عندي وقفة. معاذة كانت تجهل أحكام القضاء في الطهارة والحيض أنثى، لكن ما كانت تجهل أهل البدع. متى خرجوا الحرورية؟ في عهد علي. وين؟ في العراق. ومعاذة تسأل عائشة وتقول لها: عائشة، حرورية أنت؟ ما قالت: ما الحرورية يا أمه؟ من هم الحرورية؟ ما لم أعي ما تقولي. فدل على أن صوت التحذير من أهل البدع وتصنيفهم وتسميتهم بأسماء تميزهم قد بلغ هذه المرأة على جهلها بأحكام قضاء في أمر يتعلق بها من الحيض والنفاس. انتبه، فصوت التحذير بلغ العوام من أهل البدع بأسمائهم وتصنيفهم ومسمياتهم، وهذا أمر قديم. هذه أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يقول: تصنيف الناس هذا أمر حادث. اسكت، جاهل، ما تعرف لا الكتاب ولا السنة ولا سيرة زوجات النبي ولا الخلفاء ولا ما فعلوا. علي بن أبي طالب قاتل الحرورية وسموهم بالحرورية وقاتلهم، فهم خوارج عن الجادة والسبيل. انظر كيف تميزوا بأنهم تركوا الكتاب والسنة. قالت: لست بحرورية يا أمه، ولكني أسأل. فلما رأت عندها الإشكال في أصل الفهم فجاوبتها بجواب تأصيلي ولم تجبها بجواب تفصيلي، فقالت لها: هكذا أمرنا. مبدأ التسليم، مبدأ الانقياد وعدم الاعتراض. وأصبحت معاذة من عالمات التابعين ومعروفة سيرتها، لكن ذلك المجلس عند أم المؤمنين علمها الشيء الكثير. فلا يريدون أن نقول الكتاب والسنة على فهم الصحابة.